نشرة رئيسة مفصلة من الفضائية التربوية، حياكم الله. البداية مع العناوين. مجلس الشعب يناقش أداء وزارة التربية والقضايا المتعلقة بعملها. استمرار تصحيح الأوراق الامتحانية للشهادات العامة. استعداد فرق روبوتيك في حمال المنافسات في البطولة الوطنية لعام 2024. ناقش مجلس الشعب في جلسته أمس المنعقدة برئاسة حمود الصباغ رئيس المجلس أداء وزارة التربية والقضايا المتصلة بعملها وامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي والتي جرت مؤخرا. وقدم وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني عرضا حول ما أنجزته الوزارة منذ آب الماضي، أكد فيه الاستمرار بتطوير البنية التشريعية في الوزارة من خلال العمل على أحداث المجلس التربوي والذي يضم خبراء من التربويين والاختصاصيين. وأوضح الوزير المارديني أنه جرى إصدار دليل إرشادي لمدارس أبناء وبنات الشهداء وإنشاء البيت الوطني للقراءة والتأليف وإعادة التأهيل وترميم العديد من المدارس وصيانتها. وأشار إلى أنه بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن تطبيق الامتحانات المؤتمتة بالتدرج، تم إجراء اختبار نهائي مؤتمت وموحد على مستوى كل محافظة للصف الثاني الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي، وذلك تحضيرا لامتحانات الشهادات العامة وتطبيق القانون رقم 42 لعام 2023 المتعلق بالعقوبات الامتحانية للمخالفين من غير الطلاب. وأوضح وزير التربية أنه يتم العمل على إعداد مشروع قانون خاص بالمعلمين والمعلمات منفصل عن القانون الأساسي للعاملين في الدولة يتضمن كل القواعد القانونية المتعلقة بهم إلى جانب الترقيات والتعويضات وغيرها بهدف تحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بالعملية التربوية إلى مستوى أفضل. تستمر عملية تصحيح الأوراق الامتحانية للشهادات العامة. كاميرا التربوية جالت على المراكز الامتحانية في السويداء للاطلاع على مراحل إنجاز عملية التصحيح وعادت بالتقرير الآتي. جولة ضمن مراكز التصحيح للاطلاع على مراحل إنجاز عمل تصحيح الأوراق للشهادات الثانوية العامة والتعليم الأساسي ضمن محافظة السويداء. نحن الآن في الربع الأخير من العملية الامتحانية للدورة الأولى لعام 2024 ومتابعة يومية ولحظية لمراكز التصحيح، علما بأن زملائنا جميعا قد قاموا بأعمال التصحيح ويقومون ما زالوا مستمرين في عملية التصحيح في مراكز الامتحان في مراكز التصحيح في محافظة السويداء موزعين على 4 مراكز. التصحيح في نهايته لكافة المواد للشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والمهنية أيضا. تم الانتهاء من عملية تصحيح أوراق مادة التاريخ، الجغرافيا، الفلسفي، الوطني للتعليم الثانوي، وكان الإنجاز بشكل مميز. قامت مديرية التربية بتأمين المراقبين بالمصححين بوسائل الانتقال، المراكز مجهزة ضمن الإمكانيات المتاحة. بدأنا ب 19 الشهر بعملية تصحيح أوراق الإيجابي للتعليم الأساسي، عدد الأوراق 7500 ورقة تقريبا. العمل بدأ في رابع يوم العيد 19 الشهر، الإنجاز جيد جدا، المصححين متابعين وملتزمين بالوقت التصحيح. بعد انتهاء اعمال تصحيح ماده التربيه الاسلاميه للصف الثالث الثانوي العلمي والادبي بفرعيه والمهني، طبعا هذا انجز قبل العيد، تنعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات. الان بدانا بتصحيح ماده التربيه الاسلاميه للصف التاسع الاساسي. نحن الآن في المراحل الأولى في هذا العمل، ويقوم زملائنا طبعا تمر الورقة في عدة مراحل بدءا من المصحح وصولا إلى مدقق بعد المصحح، ومن ثم التدقيق الأخير من قبل المخضر وممثلي الفرع. سننتهي من أعمال التصحيح في الوقت المناسب إن شاء الله. زملائنا في الميدان التربوي قد هبوا إلى مراكز التصحيح تنفيذا أو استكمالا لمهمتهم التربوية في إنجاز المطلوب منهم، وإن شاء الله نسبة الإنجاز تقريبا جيدة. وصلنا 50% في البكالوريا الأدبي، وفي خلال الأسبوع يعني خلال هذا الأسبوع إن شاء الله ننتهي من عمل التصحيح. بدأنا تصحيح المرحلة الثانوية لهذا العام من يوم الخميس الفائت،
تقريبا اليوم ننتهي من تصحيح الفرع الأدبي، غدا إن شاء الله غدا أو بعد غد على حد أقصى ننتهي من تصحيح أوراق البكالوريا العلمي أيضا. بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي تم الانتهاء من التصحيح قبل فترة عيد الأضحى، ينعاد على الجميع بخير إن شاء الله. حقيقة بالنسبة لزملائنا تعاونوا معنا بإنجاز عملنا حتى بفترة جزء من عطلة العيد، كمان تعاونوا معنا زملائنا، وإن شاء الله اليوم بالنسبة ل يعني امتحانات بالنسبة لأوراق الشهادة الثانوية إن شاء الله اليوم ينتهي من عمل التصحيح الثالث ثانوي طبعا شهادة ثانوية. ريم عبيد، السويدة. تستعد فرق الروبوتيك في حمال المشاركة في البطولة الوطنية لعام 2024، حيث تتدرب فرق مدرسة المتفوقين بشكل مكثف متطلعين نحو الحصول على مراكز متقدمة في البطولة. استعدادا للمشاركة في البطولة الوطنية للروبوتيك WRO لعام 2024، تتدرب فرق مدرسة مفوقين بحماة بشكل مكثف متطلعين نحو الحصول على مراكز متقدمة في البطولة. نحن هون متواجدين تقريبا صلنا شهر عم نحضر للبطولة، جهزنا تصاميم الروبوتات وعم نحاول بالتجارب الكتيرة لحتى نقدر نخلص المسار كاملا وننجز المهمة إن شاء الله على أكمل وجه. الفرق عدد المشاركين قد كم واحد؟ هي السنة زاد عن السنة الماضية بفريق إضافي، في عندنا بالمدرسة متفوقين الأولى، نحن كنا نشارك دائما بفريقين، هالسنة شاركنا بثلاث فرق رغبة ومحبة من الطلاب يكونوا متواجدين معنا. يتألف كل فريق من ثلاثة مشاركين من أعمار مختلفة متسلحين بعزيمة وإصرار نحو التميز. طبعا أول شيء بفضل الخبرة اللي اكتسبتها من السنوات السابقة أكيد رح كون مستعد بشكل جيد لهي البطولة. طبعا احنا حضرنا وعم نشتغل، وكان عندنا في شخصين بالفريق عندنا شهادة تاسع، وقدرنا بالوقت قياسي انه نحضر المهمة كاملة، بس للأسف عندنا كان مشكلة تقنية بالخريطة، فاضطرينا انه هلا بدنا نعالج هي المشكلة مشان ان شاء الله بس نطلع البطولة نحقق الذهبية ونطلع العالمية. احنا من ناحية التحضير فاحنا داخلين بقوة، مع انه احنا يعني هي اول سنة جبنا روبوت سبايك أحدث إصدار، أغلبية الفرق مشاركين بالإي في سي الإصدار الأقدم، مشان إنه السبايك وقت جبناه إحنا عطانا يعني سهولة بالعمل، حساس اللون صار يقرأ، بالإي في سي كان يعذبنا ما يقرأ وكتير خربت لفات، أحيانا كان ما يزبطوا على الجايرو، هوني لا كل شيء نطور والحمد لله إحنا مستعدين وجاهزين، معنوياتنا عالية. هلا أول شيء حضرنا يعني وبلشنا إنه أول شيء واجهنا كتير مشاكل بالبلوتوس إنه تغيرت اللفات وهيك عن طريق البلوتوس، مثلا لما ننقل عن طريق البلوتوس إنه بتزبط اللفات بيزبط المسار وكل شيء ضابط معنا، أما لما ننقل عن طريق الوصلة إنه بتنتزع كل الملفات ولا كأنه عم يمشي، يعني بتغير كل البرمجة. وهنيك بالأولمبيات إنه ممنوع نستخدم البلوتوس، فنحن بنضطر نلاقي شيء طريقة، نزلنا التطبيق اللي قبل إنه تبع سبايك مشان نلاقي شيء طريقة إنه يزبطوا اللفات ونحن نوصلهم بالوصلة مو بالبلوتوس. إنه دخلنا نحن بالأولمبيات الروبوتيك ومهمتنا كانت كتير عالية، وإن شاء الله نحقق ناخد الذهبية هي السنة ونصير على مستوى العالم. يذكر أن التدريب مستمر منذ أكثر من شهر ونصف تمهيدا للمشاركة في البطولة المزمع إقامتها في محافظة حمص في الخامس والسادس من شهر تموز المقبل. الجدير بالذكر أن فرق محافظة حما كانت لها مشاركات عدة ولديها العديد من الجوائز على مستوى سوريا. وليد سلطان، الفضائية التربوية، حما. نظمت جامعة دمشق حفلا ختاميا للمسابقة البرمجية الجامعية المحلية، وأعلنت نتائج الفرق الفائزة في المسابقة بمشاركة 32 فريقا من كلية الهندسة المعلوماتية. وأكد رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان أهمية المسابقة التي تحظى برعاية واهتمام الجامعة، وأنها تعد برنامجا تعليميا عالميا تنافسيا وتسهم في رفع اسم جامعة دمشق. مشاهدينا باقة من الأخبار الرياضية مع زميلي يزن. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك قريبة. تفاصيل معك مشاهدينا. جولة رياضية سريعة ولكن بعد الفاصل. مساء الخير.
خطف منتخب إيطاليا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي يورو 2024 بتعادل قاتل أمام كرواتيا بهدف لهدف ضمن الجولة الختامية للمجموعة الثانية. وتقدم لوكا مودريتش في الدقيقة 55 لكرواتيا وعادل ماتيا زاكايني النتيجة لإيطاليا في الدقيقة 8 من الوقت الإضافي في الشوط الثاني. وبهذا التعادل تأهلت إيطاليا إلى الدور 16 كوصيفة للمجموعة الثانية برصيد 40 نقاط. في المقابلة تجمد رصيد كرواتيا عند نقطتين بالمركز الثالث في انتظار اتضاح موقفها من التأهل بعد انتهاء مباريات دور المجموعات، لكن فرصها باتت صعبة للغاية. حقق المنتخب الإسباني الفوز بهدف دون رد خلال مواجهة ألبانيا في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، وشهدت المباراة إراحة المدرب الإسباني لافوينتي عددا من اللاعبيه الأساسيين والزج بلاعبين بدلاء. وسجل هدف المباراة الوحيد فيران توريس في الدقيقة 13. وبهذا الانتصار يرفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد ألبانيا عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب. استهل منتخب البرازيل مسيرته في كوبا أمريكا بتعادل سلبي مع منتخب كوستاريكا في اللقاء الذي جرى بينهما ضمن المجموعة الرابعة من البطولة. وظهر المنتخب البرازيلي المتوج باللقب 9 مرات بشكل باهت للغاية في أول مباراة له في النسخة الحالية للمسابقة بعدما عجز عن هز شباك المنتخب الكوستاريكي. وهذا هو أول تعادل بين المنتخبين في سجل لقاءاتهما بمختلف المسابقات مقابل 10 انتصارات للبرازيل وفوز وحيد لكوستاريكا تحقق قبل 64 عاما، فيما وضع منتخب كوستاريكا حدا لسلسلة هزائمه أمام منتخب البرازيل التي استمرت في مباراتهما السابقة بجميع البطولات. وفي المجموعة ذاتها تغلب منتخب كولومبيا على نظيره منتخب باراغواي بهدفين مقابل هدف واحد. مشاهدينا، كان هذا كل شيء لليوم في وقتنا الرياضي. أعود لك أبو طيبة. شكرا لك. شكرا لك. نهاية النشرة. هذا تذكير بالعناوين. مجلس الشعب يناقش أداء وزارة التربية والقضايا المتعلقة بعملها. استمرار تصحيح الأوراق الامتحانية للشهادات العامة. استعداد فرق الروبوتيك في حمال المنافسات في البطولة الوطنية لعام 2024. كان هذا كل ما لدينا. لمزيد من الأخبار زوروا صفحة الفضائية التربوية على الفيسبوك. برعاية الله وأمانه.